السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي عزيزاتي في الحلقة الثانية من برنامج ذاكرة الملاحق الثقافية. ولابد لي أن أشير في البداية إلى تغيير زمني بسيط سيطرأ في مقاربتنا للملاحق الثقافية نظرا للتفاعل النوعي لفئة كبيرة من المهتمين مع البرنامج والذين اقترحوا العودة إلى الستينات وسبعينات القرن الماضي عوض البدء من الثمانينات، وقد كان هذا الاقتراح من طرف الصديق عبد الحفيظ حمدوش الذي لم يتأخر في مد البرنامج بأعداد لا يستهان بها من ملحقي العالم الثقافي والمحرر الثقافي تعود إلى فترة سابقة على فترة الثمانينات والتي انطلقت منها في أول حلقة. وهذا المعطى الجديد من شأنه أن يغني هذه الذاكرة بتسليط الضوء على الملاحق طيلة فترتها الذهبية، وبالتالي سأكون مضطرا للعودة إلى الأعداد الأولى لسنوات الستينات من العالم الثقافي وأعداد من المحرر الثقافي لسنوات السبعينات قبل إنهاء مشوار استعادة أهم المراحل التي قطعتها الملاحق الثقافية. شكرا للصديق عبد الحفيظ ومرحبا بكم جميعا في الحلقة الثانية من ذاكرة الملاحق الثقافية. ونقف اليوم مع العدد 44 من العالم الثقافي في سنته الأولى أي 1969، وعدد من المحرر الثقافي بتاريخ 4 يوليوز 1976. وللإشارة فهذا العدد من المحرر الثقافي لا يحمل رقما ترتيبيا، كما تصدر الإشارة أنه إبان هذه الفترة الزمنية لم تكن صفحاته منفصلة عن الجريدة الأم، بل كان يوجد في صلب الجريدة وبحجم أوراقها. ونقرأ في العالم الثقافي العناوين الآتية: في خانة القراءات جذور العنف في المجتمع الأمريكي، موضوع من إعداد الملحق وموضوع نقدي بقلم محمد أديب سلاوي تحت عنوان حصاد المسرح التلفزيوني في شهر، أين نحن من الحركة المتطورة للمسرح في العالم. وفي خانة آفاق خارجية نقرأ موضوع ما بعد الرواية الجديدة بقلم هشام رزق، ونقرأ أيضا كتاب مفتوح من ألكسندر جورجينستين إلى الكتاب السوفييت، ومقابلة مع المفكر الاشتراكي الفرنسي تحت عنوان روجي جارودي يتحدث عن تعدد نماذج الاشتراكية من خلال الاتحاد السوفياتي والصين ويوغوسلافيا، إضافة إلى أخبار ثقافية أهمها خبر صدور ترجمة السيرة الذاتية الأيام للأديب المصري إلى اللغة الرومانية. وفي الصفحة الأخيرة المخصصة للمناقشات نقرأ موضوعا للأديب عبد الجبار السحيمي، ماذا يعني مؤتمر الأدباء الشبان في مصر. أما ملحق المحرر الثقافي بتاريخ 4 يوليوز 1976، فنقرأ فيه ما يأتي: تاريخ الكفاح الوطني، الوطنية في المواقف الاجتماعية، وهو الجزء الخامس من دراسة نقدية بمناسبة صدور كتاب تاريخ الحركة الوطنية للأديب والمفكر عبد الكريم غلاب. وصاحب الدراسة هو المؤرخ محمد زنيبر، وهو موضوع هيمن على العدد واحتل 3 صفحات. ونقرأ أيضا الرؤية المأساوية في الشعر العربي المعاصر بقلم البشير الودنوني، ونقرأ موضوع مشروع كتابة متسائلة بقلم أبو غسان، إضافة إلى أخبار ثقافية من مجلات عربية وقصيدة للشاعر محمد البقالي. قبل التطرق لأبرز المواضيع في هذين الملحقين المتباعدين زمنيا المتقاربين في نقاط شتى، وجب إبداء جملة من الملاحظات قد يبديها أي قارئ مطلع على مرجعيات هذين الملحقين، وقد يكون
مدخلا لقراءتهما. فمن جهة نجد في العالم الثقافي موضوعين لبسط التجربة الاشتراكية والفكر الاشتراكي، وبالمقابل نجد في المحرر الثقافي دراسة نقدية صارمة في كتاب أحد رموز الفكر الاستقلالي، كما نجد مقالا ينتقد المؤسسات الإعلامية والثقافية التي تشرف عليها الدولة وبالخصوص الإذاعة والتلفزة المغربية، وهي الفترة التي كانت وزارة الإعلام تحت إمارة الداخلية ووزيرها آنذاك لم يكن سوى الجنرال أفقر. فسمة النقد الصارم والانفتاح على الآخر هما السمتان المهيمنتان على كلا الملحقين، بالإضافة إلى أن معظم المواضع لها راهنيتها بشكل من الأشكال، كموضوع جذور العنف في المجتمع الأمريكي، وهي دراسة تسلط الضوء على تركيبة المجتمع الأمريكي وميكانيزمات العنف والجريمة السياسية والعنصرية في هذا المجتمع الهاشم. ومن يعيد قراءتها قد يعتقد أنها تصف ما يحدث في أمريكا الآن، كذلك هو الحل بالنسبة للمقالة النقدية لمحمد أديب السلاوي حول الإنتاج المسرحي التلفزي. وسأركز في هذه الحلقة على موضوعين رئيسيين من كلا الملحقين، والبداية من المحرر الثقافي مع موضوع تاريخ الكفاح الوطني، وهو الحلقة الخامسة من سلسلة دراسات في ملاحق سابقة عن هذا العدد في كتاب تاريخ الحركة الوطنية للأستاذ عبد الكريم غلاب، أنجزها الباحث المؤرخ محمد زنيبر. وسنطلع أيضا على موضوع حصاد المسرح التلفزيوني في شهر، أين نحن من الحركة المتطورة للمسرح في العالم. يعتبر موضوع تاريخ الحركة الوطنية ونشأتها من أكثر المواضيع تعقيدا وخلافا بين المؤرخين والسياسيين لاعتبارات عدة، أهمها ما قد يعتري الدراسة من هيمنة لقراءة أيديولوجية لهذا التاريخ، أو سقوط في التعسف المنهجي، أو بسبب التموقع الطبقي، أو بسبب صراع ظرفي عابر. وكتاب تاريخ الحركة الوطنية لعبد الكريم غلب قد تنطبق عليه هذه الأوصاف. وفي قراءته لهذا الكتاب عنوان محمد زنيبر جزءه الخامس من هذه الدراسة بالوطنية بالمواقف الجماعية، يرى محمد زنيبر أنه لا يكفي أن ندرس الوطنية كظاهرة سياسية، وإنما أيضا كظاهرة اجتماعية، ليتسنى للدارس أن يرى مختلف القوات الاجتماعية وكيف كان تحركها ودورها في مساهمتها في النضال الوطني. ويرى زنيبر أيضا أن النظرة السليمة هي التي توحي بأن الحركة الوطنية كانت حركة شعبية شاركت فيها مختلف الفئات الاجتماعية في البادية والحاضرة، ما عدا بعض الأقليات المتعفنة والمتخاذلة على حد تعبيره، والتي آثرت التعاون مع المستعمر. ويعيب محمد زنيبر على عبد الكريم غلب اعتباره الحركة الوطنية هي النخبة التي استطاعت أن تبلور المعاني الغامضة التي كانت تتردد في ضمير الشعب دون أن يقوى على التعبير عنها. يقول زنيبر: وأظن أن فلسفة المؤلف واضحة، فكل فئات الشعب تتراءى لديه في حالة نقص أو غياب أو تبعية، ما عاد فئة واحدة هي النخبة. النخبة هي التي تخلق الوطنية من العدم، وهي التي تجسم الوطنية في ذاتها. أما الفلاحون، أما العمال، أما الحرفيون، فما هم إلا حلفاء لها، يضعون نفسهم رهن إشارتها ويعملون تحت إمرتها. ويضيف قائلا: إن هذا الرأي ليس بغريب في أي شيء، إنه رأي كلاسيكي مشهور، رأي أصحاب اليمين،
ولكن أستغفر الله ليس أصحاب اليمين الوارد ذكرهم في القرآن العظيم، بل أصحاب اليمين في دنيانا هاته التي ترى فيها كثيرا من الأشياء بالمقلوب. وعلى أي فهو رأي سياسي محترم شريطة أن يعلن عن نفسه بكل صراحة وألا يتستر وراء الأقنعة. ويذهب محمد صنيبر إلى أقصى حد في انتقاد نظرة غلاب إلى الحركة الوطنية باعتبارها برجوازية صغيرة، ويرى أن هذا الكلام من قبيل ما كان يردده الاستعمار الفرنسي من ثلاثينات إلى ستينات القرن الماضي للنيل من الحركة الوطنية وإهام الرأي العام في بلادهم وفي العالم بأن الوطنيين المغاربة ليسوا من أبناء الشعب ولا علاقة لهم به، وأن الذي يحركهم في نضالهم إنما هو موضوع أناني طبقي حبا في السيطرة واكتساب النفوذ. وفي المقابل يسهب محمد زنيبار في شرح مفهوم الطبقية والتحليل الطبقي تاريخيا ومنهجيا، منتقدا غلاب لسوء استعماله هذه المفاهيم التي من شأنها أن تخلق التباسا في مجتمع تلك الفترة. يقول زنيبار: والخطأ الذي نرتكبه عند التعرض لتاريخنا الاجتماعي هو أننا نأخذ تلك القوالب التحليلية المطبقة على المجتمع الأوروبي بمصطلحاتها وخواصها فنحاول تطبيقها على مجتمعنا ونتعسف في ذلك ونقع في النظرات المثالية من حيث لا نريد. وهذا لا يعني بتاتا أني أزكي مجتمعنا من عيب الطبقية، ولا أدعي أن المغرب لم تكن فيه حالات ومحاولات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. وفي آخر هذه الدراسة وفي حلقتها الخامسة ينتقد زنيبر بشدة موقف عبد الكريم غلاب حين حصر في فصل من كتابه أسماء أعضاء الحركة الوطنية في أسماء الأطر ورجال القيادة والتجار والملاكين وأصحاب المهن الحرة والمدارس الحرة بملامحهم الواضحة. أما القاعدة، أما الشعب بجناح وكحل الرأس على حد تعبير زنيبر، فيبقى بعيدا في ضبابية الخلفية، لا يرى في اللوحة إلا كعمق من لون واحد اختلطت فيه الرؤوس والأجساد. وبذلك يكون زنيبر قد أخرج غلام من دائرة التاريخ للحركة الوطنية، حين أخرج غلام من دائرة الحركة الوطنية كل من الفئات الاجتماعية التي كان يعرفها المجتمع المغربي قبل الاستعمار، وحتى الذي ظهرت بعده كالطبقة العاملة الناشئة مع الصناعة الحديثة. في موضوع نقدي آخر على صفحة العالم الثقافي، يوجه الكاتب محمد أديب السلاوي نقدا صارما لما أنتجته التلفزة المغربية في شهر رمضان من أعمال مسرحية، ليس فقط باعتباره صحافيا جريئا، وإنما أيضا باعتباره ناقدا مسرحيا خبيرا في قضايا المسرح. ويطرح محمد أديب السلاوي في مقدمة مقاله سلسلة من التساؤلات حول إغراق التلفزة المغربية البرامج العامة بالمواد المسرحية والمسلسلات والمسرحيات المسلسلة. يتساءل قائلا: هل هو اهتمام موضوعي؟ هل له أهداف معينة؟ وهل بإمكانه أن يبلور الوعي المسرحي على المستوى الاجتماعي وعلى كافة المستويات الفنية والتقنية الأخرى؟ ويجيب قائلا: لا يمكن لجمهور النظارة وروادها أن يستنتجوا إجابات مقنعة على هذه الأسئلة من خلال تتبعهم المستمر لمسرح التلفزيون، ولكنهم يضعون أسئلة أخرى ذات أهمية لمصلحة من تقدم هذه الخردة من المسرحيات. وبالنظر إلى هذا المنتوج للتلفزيون، يرى الأستاذ سلاوي أن هذه الخردة تقدم لصالح الاستهلاك وملء الخانات الفارغة في البرنامج العام للتلفزيون. ويرى أيضا أن اهتمام التلفزة بالمسرح ليس اهتماما به كظاهرة فنية تخدم الوعي الشعبي وتطور الملكات ومعطياتها في حياتنا الراهنة، وإنما هو اهتمام شكلي.
ويضع محمد أديب السلاوي أعمال الذين هيمنت أعمالهم في هذا الشهر تحت المجهر، وهم علي الحداني والطيب العلج وعبد الله شقرون ورفيقة الطبيعة. فقد اعتبر أن أعمال الحداني لا ترتبط بحدث ولا تخضع لأسلوب معين، وتكسر كل الأعراف في الكتابة المسرحية، ولم تبرز أسلوبا معينا تابعا لمدرسة معينة ولا إلى أسلوب وموقف معين، وأن ما قدمه لا يعدو أن يكون مجموعة من السكتشات. ويرى محمد أديب السلاوي أنه إذا كان الطيب العلج قد عود المشاهدين على رسم شخصيات اجتماعية كالحاج والحجة والسمسار ومولاة الدار والمقدم وصورها من الخارج، فإنه هذه المرة فقد غير الأسلوب والرؤية، لكن ما ذهب إليه جاء بلا طعم ولا لذة ولا حوار، ويخلص إلى نتيجة مفادها أن الطيب العلج في مسرحيته الجديدة بقي قديما هو هو ولم يتغير، رغم أنه حاشى مسرحياته بالمعلومات التاريخية والجغرافية المنقولة من كتب التاريخ لأقسام المتوسط الثاني وأقسام الشهادة الابتدائية على حد قوله. أما فيما يخص إنتاج عبد الله شقرون، فيرى أنه بعد غيبة طويلة عاد بأربعة أعمال مسرحية كلها تعالج القضايا الاجتماعية والتي لم تخرج عن ريبرتوار عبد الله شقرون. بالنسبة لرفيقة الطبيعة الجديدة عن المسرح والآتية من عالم القصة بمحاولة مسرحية هزيلة مستوحية فكرتها من شخصية النفار التي حاولت أن تحقن شرايينها بالدم والحياة، ولكنها قتلتها في المهد وقضت على الجانب الفولكلوري الشعبي الذي تتمتع به، وحولته بجرة قلم إلى محتال يحترف اللصوصية بلا مبرر ولا معنى، مغيبة للحوار. ويشير محمد أديب السلاوي إلى ما يشبه السرقة الأدبية التي وقع فيها أصحاب المسرحيات بتغييبهم أسماء أصحاب الأعمال التي اقتبسوها أو أخذوا عنها، كما يؤكد على مسألة الإخراج الذي كان على العموم سريعا لا يراعي المتطلبات التقنية للشاشة الصغيرة. وكما بدأ مقالته بطرح جملة من الأسئلة، ختمها كذلك بجملة من الأسئلة، إذ يقول: هل ينتسب ما قدمه التلفزيون في هذا الموسم من مسرحيات إلى عالم الأدب المسرحي؟ هل لهذه المسرحيات أرضية؟ هل تدافع عن نوعية معينة من المسرح؟ هل تنتسب هذه المسرحيات إلى مدارس بعينها في دنيا الأدب والفكر؟ طبعا لا، لأن التلفزيون ملأ فراغات على حساب النظارة وكفى. على خطى هذه المقالات النقدية ننهي هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة الثالثة. أدعوكم إلى توجيه النقد إلى هذا البرنامج لكي يتطور إلى الأفضل. لقاؤنا القادم سيكون في الحلقة الثالثة. إلى ذلك الحين دمتم بخير وإلى اللقاء.